قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه، وجمع له شمله، ونزع الفقر من بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سألت الملائكة جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة. فقالوا: من هؤلاء الأربعة؟ قال: مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع الرحم، ومشاحن. قيل: يا رسول الله، ومن المشاحن؟ قال: المصارم، يعني الذي لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أيام. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي. اللهم وحد شملنا، ووحد كلمتنا، ووحد صفنا، وأصلح ذات بيننا.